أنا شاركت المهرجان، هذه أول مرة نشارك في مهرجان بعمل درامي، وشاركت بالعمل ديال تليفين من سيبا اللي هو من إخراج محمد بوسلام. شاركتنا البطولة دنيا بوتازوت على رأسهم عزيز حطاب، فاطمة وشين، نخبة كبيرة من الممثلين اللي كانوا في التليفيلم. هو عمل كوميدي اجتماعي درامي يعني. واليوم تعرض في المهرجان، وشفنا الحمد لله تفاعل ديال الجمهور مع 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 الفيلم. يعني بالمختصر صاحبتي احنا عندنا بزاف القواسم المشتركه، ومن بينها اننا احنا بيتوتيات، عندنا الاولويه لوليداتنا، الاولويه للازواج ديالنا، العائلات ديالنا. دونك كتجمعني معها بزاف الحوايج يعني بعيدا عن الفن، فكيجمعني مع كل ما هو أسري، كل ما هو إنساني، كل ما كتشبه ليه بزاف الحوايج، كنشبه ليها بزاف الحوايج. دونك هاد النقاط المشتركة ما بيناتنا هي اللي خلت الصداقة ديالنا تكبر أكثر بعيدا عن الفن. وكيبقى عاوتاني الشغل عاوتاني بجانب دنيا كفنانة فشي حاجة كبيرة بالنسبة ليا. دونك سعيدة جدا بهاد الصداقة هادي، وإن شاء الله تكون دائمة بإذن الله. فرحت بزاف لان انا وهشام يمكن طالعين في 15 سنه زواج، بجوجنا يعني بين قوسين يعني معروفين بحكم هو اعلامي وانا ممثله، فهذا كان اول خروج اعلامي بيني وبينه. فكان شويه ديال التخوف، واش غادي يتقبلك الجمهور، اش غادي يقول عليك، اش غادي. الحمد لله كان واحد التفاعل ايجابي كبير بزاف، يعني واحد الكميه ديال الدعوات خدينا مره ما يمكنش. دونك فرحنا بزاف بهذه الخرجه الاعلاميه غراس جود، لانه كان مصر اننا نخرجوا رومانا. هشام ما كيبغيش يخرج بزاف ومتردد في الخرجات ديالو. دونك ملي خرجنا رد الفعل الجمهور كان ايجابي الحمد لله. كاين اللي ما كيعرفنيش انا مراته، تفاجئ لاول مره. عاوتاني كاين اللي ما كيعرفوش هو الزوج ديالي، الزوج ديالي. دونك الحمد لله كان رد، كان تفاعل الجمهور زوين بزاف. هشام هو الحياه ديالي بالمختصر، هي شمو كل شيء، بحليت عيني فيه. دونك يعني عشرة كبيرة، عشرة يعني عشرة طويلة بزاف. دونك مبقاش غير الزوج راه ولا الشريك ولا صديق ولا الخليل ولا، بالمختصر وحياتي. ما عنديش شي دور ما يمكنش ندي كممثلة، ما عنديش شي دور ما ممكنش لبنات أدي. أكيد عندي خطوط حمراء. شوفي، عمر ما كانت الجرأة في الموضوع، يعني الجرأة في الموضوع، في طرح الموضوع. هذيك بالنسبة لي جرأة. أنا ممكن نكون جريئة أنني نطرح واحد الشخصية اللي هي تقدر تكون طابو، ولكن عندي خطوط حمراء في كيفاش نشتغلوا على هذه الشخصية. بيان سور عندي خطوط حمراء بزاف، ما نقدرش ندير بزاف د الحوايج، ولكن ما عنديش خطوط حمراء او ما عنديش طابو في الشخصيه. انا ممكن نلعب بجميع الشخصيات اللي ممكن تخطر على بالك، ولكن بيان سور في حدود. ما نقدرش مثلا نتعرى، ما نقدرش نعطي قبله، ما نقدرش. ماشي تقصير او احتقار الممثل اللي كيلعب بحال هاد الادوار، يمكن هو يقدر يكون مشكل فيا انا، يعني ما عنديش الجرأة نلعب هاد الادوار، او انني ما نقدرش نلعب هاد المشاهد، ماشي هاد الادوار، هاد المشاهد انا ما نقدرش نديرهم. ما كنقش من شي ممثله اللي تقدر ديرهم، غير انا ما نقدرش. دونك هادشي اللي كاين. يمكن انا بقى انا كلوبنا بقى ما خديتش، بقى ما انا بقى ما شبعتش من بزاف الادوار. ما خديت، يمكن ما شبعتش من كنحس براسي دائما خاصني نشتغل، ماشي بالضروره نخدم ادوار البطوله، ماشي بالضروره.
ماشي اللي يعني خديت دور البطوله انني مثلا انا ممثله يعني قويه او انني ممثله كبيره. يمكن مع الوقت يمكن باقي ما جاش الوقت, باقي ما باقي انا الخبره ديالي باقي ما وصلتش اني نلعب البطوله. كنتسنى ما عارفاش علاش, ولكن كنتسنى بحالي بحالكم تقدر يجيني شي نهار دور البطوله. شوفي هاد باك صاحبي كاين في جميع المجالات, فين ما مشيتي كاين هاد 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 القضيه ديال باك صاحبي. ولكن راه لا يصح ولا صحيح, قدر مزيان يكون عندك علاقات, مزيان يكون عندك صحابك في الميدان مزيانه واللي كيديرها مزيانه ماشي كونتر. ولكن راه شحال قدك باك صاحبي, عرفتي شحال قدك؟ راه اليوم يعطيك باك صاحبي وغدا يعطيك باك صاحبي, ولكن انت غتقدري تشتغلي, ولكن واش غتقدري تضحكي على الجمهور؟ واش غتقدري تقنعي الجمهور؟ واش الجمهور غادي يقنع يقتنع بيك؟ قدر المره الاولى الثانيه ولا يصح الا صحيح. راه حنا شفنا بزاف ديال النماذج دازوا خداو ادوار البطوله ولكن ما كملوش, حيت شحال قدك كتبقاي تدفعي فيه؟ راه بحال شي واحد شي ولدك تنفخي ليه في النقاط غدا, ولكن ملي كيوصل الكونكور راه كيحصل, ما عندك ما ديري. لا ما نقدرش نقول بحال شكون. لا ماشي هاد الجرأة, ولكن لا كنشوفو, محتاش كنشوفو بزاف ديال النماذج ان 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 بزاف خداو ادوار البطوله وبزاف خداتهم ادوار فيها مساحه كبيره وفي اعمال كبيره, ولكن فينا المورا ما يسوى ما قنعوك, سوا بقاو كيدفعوهم حتى عياو, ما قنعوش الجمهور, ما ماركاوش, يعني بحال هكا. والله ما عندي حتى شي جديد, نكذب عليك نقول جاوني جوج افلام دابا كنقرب جوج وباقي ثلاثه, نو فريمون ما جاوني حتى شي حاجه, باقي ما كاين حتى شي حاجه, مجرد وعود كيف دائما. تقدر تكون بصح, تقدر ما تكونش, لا مي شي حاجه رسميه ما كاين والو باش ما نكذبش. انا نقول لهم نتمنى دائما نكون عندها حسن الظن ديالكم دائما, ونتمنى نقدم لكم شي حاجه تليق بالمستوى التطلعات ديالكم, المستوى اللي يعجبكم ومستوى الجمهور المغربي, لان الجمهور المغربي جمهور ذواق, جمهور ذكي. دونك نتمنى نقدم لكم شي اعمال اللي تليق بالذكاء وبالذوق ديالكم, ودعيوا معايا دائما عافاكم الا ما بقاو تدعيوا معايا.